نرجع لمحطة الانطلاق. كل أهم البصمات، أهم النقاط اللي استفاد منها لوكاس بودولسكي من المدير الفني في الوقت ده مارسيل كولر. مارسيل كولر نعم نعم مارسيل كولر هو من اكتشفني عندما كنت 17 سنة مع نادي كولن الألماني. نعم هو كان يزورنا بالصدفة وكان يتابعنا ويتابع الناشئين، وفي يوم من الأيام اتصل بي وطلب مني الحضور إلى المكتب ودعاني لزيارة قصيرة، وقعدت وتحدثت معه. كان في أحد المعسكرات وكنت سعيد جدا وتمنيت طبعا في البداية أن ألعب للبوندسليغا. أعجب بي مارسيل كولر ورأى قدراتي، وهو من اكتشفها. بالفعل هو من ضمني للفريق الأول في البوندسليغا في ألمانيا في كولن، وما زلت في كونتاكت معه ونحن أصدقاء وعلى تواصل دائم معه. هو فعلا المدرب الأول الذي اكتشفني، وأنا فعلا حتى الآن عاجز عن الشكر لما قدمه لي مارسيل كولر.